ينطبق. اختبار بيشمل عديد من المجالات اللي بتشمل شخص كل شخص فينا، بداية من الصحة العامة انتهاء بمفردات الصحة النفسية بتكويناتها اللي هنشوفها الوقت في المقاييس الكلينيكية. الاختبار أول ظهوره كان مكون من 566 عبارة شملت كل مجالات الحياة تقريبا اللي تم الوصول إليها بعبارات تعبر عن هذه الأشياء بشكل كلينيكي في اتجاهها نحو تخصيص لمتغير محدد سواء اكتئاب، هستيريا، فصام، أيا كان الوضع. الاختبار أخذ عدة مراحل في تقنينه لحد وصوله في دينا الوقت اللي هو مرحلة بس احنا بنسميها النسخة البيضاء. يعني ده كلام الدكتور لويس ميليكا دايما كان يقول، اتكلم عن النسخة البيضاء لأن ما قبلها كانت نسخة الخضراء، كان يقول انساها لأن دي بعد التعديل الأخير في نسخة 2. الاختبار أخذ حوالي 40 سنة تم تعديله مرة واحدة، بقى كانت النسخة المراجعة. النسخة المراجعة اللي هي R وليست 2 تم تعديل فيها آخر 200 فقرة في الاختبار، بحيث إن احنا الباحث أو الإخصائي يستطيع أن يقوم بتطبيق النسخة المختصرة من الاختبار الأول اللي هي كانت 399 فقرة تشمل 10 مقاييس الكلينيكية والمقاييس الصدق الأربعة اللي هنشوفها دلوقتي. فبالتالي ده كان نوع من الاختصار للإخصائيين اللي بيمارسوا عمل الاختبارات في هذه النسخة. بعد كده في سنة 1989 ظهرت النسخة اللي سموها نسخة مواجهة القرن 21 المراجعة اللي هي نسخة 2. نسخة 2 كانت 704 فقرة تم تعديلها إلى أن وصلت إلى 567 فقرة. النسخة 2 كان فيها تعديلات جوهرية أساسية، لأن الدراسات اللي اتعملت على النسخة 2 أو MMBI 2 والنسخة الأصلية 1 أثبتت التالي: 68 فقرة اللي تم تعديلها من الفقرات الأصلية للاختبار وجدوا أنها في نفس الاتجاه بتقيس نفس الاختبارات، فبالتالي تعديل صياغة الايتمز الخاصة بهذه المقاييس أعطت نفس الاتجاه السيكومتري في المقاييس. الجزء الثاني طبقوا الصورة هنسميها الأولى أو الصورة واحد لو جاز التسمية واحد يعني مع الصورة 2، لم توجد أي اختلافات ذات دلالة إحصائية أو كلينيكية بين الصورتين، فده هيدينا مؤشر أن النسخة اللي بين أيدينا اللي هي النسخة R بتعادل نسخة 2 في تطبيقها تماما من ناحية النتائج السيكومترية المتحصلة من خلال هذا المقياس. الفارق بس في النسخة 2 MMBI 2 أن النسخة أو المختصرة فيها 370 فقرة وليست 399، فبالتالي كده وفر وقت وجهد على الفاحص أن في حوالي 29 فقرة بحيث أن هو يختصر الوقت أفضل من كذا، وأعطى النسخة الجديدة مقاييس فرعية أكثر اهتماما، وده مش مجالنا النهاردة، هنتكلم عن المقاييس الأساسية العشرة ومقاييس الصدق. ده الاختبار ده في شكله في اعداده الاجنبي. الاختبار اخذ من علمائنا العرب اللي اعدوا هذا المقياس للبيئه العربيه اللي هو الدكتور عماد والدكتور لويس والدكتور مهنا، اخذ منهم في تقنين 4 مقاييس على البيئه المصريه وان شئنا نقول البيئه العربيه حوالي 7 سنوات من 1960 ل 1967 على 4 مقاييس رئيسيه: الاكتئاب والفصام والبارانويا والانحراف السيكوباتي والهستيري. مقاييس أخذ التقنين العربي على بيئة عربية هنرجع لها إن شاء الله في تصحيح الاختبار، يعني إيه الفارق بين تقنين أو درجات على البيئة المقننة مصريا والمقاييس الأجنبية أو المقياس بالمعايير الأجنبية. المقياس زي ما قلت لحضراتكم بتكون من ما نسميه نحن بقى كإخصائيين التحصين الذاتي. التحصين الذاتي اللي هو مقاييس الصدق، التحصين الذاتي اللي هو مقاييس الصدق، ان الاختبار عندما ننظر الى مقاييس الصدق فيه بنشعر بالارتياح للنتائج المستخرجه منه، بمعنى ان النتائج بتكون لها ثبات نسبي عند الفاحص ان هذه النتائج تقريبا وليس على سبيل الحتم انها صحيحه وشامله المقياس. ايه هي مقاييس الصدق؟ الصدق معروف في الاختبارات النفسيه هو ان يقيس الاختبار موضع لقياسه، معروفه كده علميا. يعني ما هو الصدق في العلم او البحوث النفسيه؟ ان يقيس هذا الاختبار موضع لقياسه. في الام ام بي اي الصدق له معنى مختلف شويه ماخوذ من نفس المعنى الاول، وهو ان الصدق بيشير الى مصداقيه المفحوص في توجهاته نحو الاختبار، هل بينزع الى تحريف الصفحه النفسيه او انه هيعطي تقييم او تقدير دقيق عن حالته الراهنه في الاجابه على هذه الفقرات. فعندي مقاييس الصدق بتقيس لي في مجموعها الأربعة بتقيس هذه الاتجاهات عند المفحوص، هل هو بيتعمد تحريف الصفحة النفسية أو بيحاول يعطي صورة دقيقة.
مقاييس الصدق الأربعة يعني معلش هنتكلم عنها شيء من يعني التفصيل البسيط عشان خاطر ديت غالبا بيكون فيها الخلط ما بين الاخصائيين والدكاترة، وان كان الكل ان شاء الله على كفاءة وخبرة. مقاييس الصدق في مقياس الام ام بي اي اربع مقاييس أساسية. المقياس الاول احنا بنسميه عدم الاستجابة، بيرمز له باللغة العربية برمز علامة الاستفهام، عدم الاستجابة. عدم الاستجابة ان الاختبار كبير وفقراته متنوعة، فبالتالي المفحوص قد يتجنب الإجابة عن بعض الأسئلة. الاختبار فيه درجة من درجات المرونة تتحمل أن يترك المفحوص عدة فقرات في داخل الاختبار. إلى أي مدى أو إلى أي عدد من الفقرات بتترك هذه العبارات يسمح بها؟ هم اتفقوا على أن 10 فقرات يمكن أن يكون الاختبار صادقا تماما أو أنه لا يوجد تحريف في الصفحة النفسية، وبعد 30 فقرة بينظر إلى الصفحة أنه فيه تجنب لإعطاء الجانب الباثولوجي في شخصيته، يعني بتجنب ان اظهار جانب الباثولوجي في شخصيته. الا ان في المقياس المعدل هذا وضع للفاحص بقى الاخصائي النفسي هنا اللي هنتكلم عنه اثناء تطبيق هنا جزء خاص به هو في تعديل الفقرات التي لم يجب عليها المفحوص، بمعنى ان احنا بنجيب عن طريق المفاتيح المثقوبه في العبارات اللي تركها المفحوص بدون اجابه. بعد ما الاخصائي بيتكلم عليه تركت هذه العبارات ليه كذا كذا، وبعد ما هيدوا له الطمانينه اللي هنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله في سريه الاختبارات وان عدم نشرها وزعتها، بنبدا يشوف ممكن الاختبار اعطاه هذا الحق في ان يشوف التوجه الباثولوجي لهذه الفقرات في اي اتجاه ويضاف هذه الدرجات لها. يعني لو فقره هتديني اتجاه بنعم او بلا في جانب باثولوجي، ان الاختبار اعطى للاخصائي هذا المجال بحيث انه يعلم هو بنفسه، مش المفحوص او المريض هيعلم بنفسه هيعطي هذه الدرجه، بحيث هتدي درجه مصداقيه اكثر لانه بيتجنب اعطاء شكل باثولوجي او شكل من اشكال المعاناه اللي بيعاني فيها في اضطرابات شخصيته لتجنب اظهار شكله بشكل سيء اجتماعيا او بالنسبه لصورته في المجتمع الثقافي اللي بيتبع له. هنا المسموح به يعني 10 فقرات بعد 30 فقره متروكه، طبعا بينظر الى الصفحه نظره بهذا الشكل. الا ان يؤخذ من هذا الاختبار، وده اللي عايزين نركز عليه في المقاييس الصدق، ان مقاييس الصدق حديثا الدراسات اللي اجريت عليها انها قد يكتفى بها في الاشارات الكلينيكيه للحاله وطبيعتها، بمعنى ان انا ممكن لو اكتفيت بمقاييس الصدق لعدم ارتياح للصفحه النفسيه اقرا منها ان هذا العميل او المفحوص او المريض لديه اضطرابات سلوكيه او عنده مشكلات كثيره بيحاول يتجنبها او بيحاول يظهرها زي مقياس فيه اللي هو عدم التوتر بعد قليل هنتكلم عنه. المقياس الثاني اللي هو مقياس الكذب. مقياس الكذب ده هذا اللي بيتعمد فيها الشخص المفحوص الإجابة بالكذب، وهي عبارة عن 15 فقرة في الاختبار بتمثل بالنسبة لنا احنا الجوانب المرغوب فيها ثقافيا، بمعنى ان يعني هيصعب على الشخص انه يتجمل بقول الحقيقة فيها، مثل ما اول عبارة بتقول لا اقول صدق دائما، يعني مجتمعنا الثقافي يعني هيلاقي يعني انا لا ده انا ازاي، هو حتى ولو كان كذوبا هيقول لك لا انا اقول الصدق ولو على رقبتي. فبالتالي لما يجي هو هيجاوب لو اجاوب نعم يبقى ده يعني شخص بيعطي اجابات دقيقه، لو جاوب بلا فهنا الاجابه بتخش في هذا المجال اللي هو راجل متسق مع نفسه وبيظهر الكذب بشكل واضح عنده، لان هو كده يعني لا اقول صدق دائما، اصل لا هنا بتنفي قول صدق دائما، بمعنى ان انا لو قال لا انا اقول صدق باستمرار، لو قال نعم من منا يصدق دائما معناها ان 100%، بخلاف بعض الاسئله قليلا او غالبا هنتعرض لها لو في مجال غالبا او قليلا هتبقى هي الاكثر ايه او الاقل ايه، لكن لما اقول لا اقول صدق دائما من منا يقول صدق دائما، ولا كان بقى مع النبيين والصديقين والشهداء. فبالتالي الاجابه المقبوله هنا لا اقول صدق دائما يعني المقبوله هنقول علميا او اجتماعيا هتبقى نعم، لكن للتجنب الصوره السلبيه في المجتمع الثقافي هيقول لا. فبالتالي هنا عرفنا هذا الشخص بيميل الى تحريف استجاباته. فالفقرات ال 15 لمقياس الكذب بتشير كلها لاشياء مقبوله ثقافيا بيحاول يتجنب الاجابه عنها بشكل مباشر حتى لا يساء فهمه بهذا الشكل. المقياس الثالث والمقاييس الصدق ده اكثر المقاييس اللي احيانا بيكون في خلط في فهمه، يعني بمعنى ان الفاء او عدم التواتر او هي الفقرات الواضحه او غير الواضحه في لأن هو غالبا أكثر المقاييس دائما بيكون مرتفع، فعدم التواتر أو الكذب المغلوط أو بعدم فهم أحيانا كنا في مصر بنسميه اختبار عدم الفهم، لأن هو نظرا لربما لصعوبة في قراءة العبارات أو فهم العبارات خاصة العبارات المنفية اللي هندخلها إن شاء الله في تطبيق العبارات المنفية، فأحيانا بيدي شكل من أشكال
الخلط في هذا بيكون مرتفع في درجة فاء. الاختبار فاء ان الصورة المعدلة في الاختبار يعني خرجت عن نطاق المتوسط الطبيعي لكل الاختبارات اللي درجة 70 كدرجة معيارية، واعتبروا لحد درجة 80 درجة مقبولة. وذكروا في الدراسات ان الحالات المعروضة امام المحاكم كلها من الدرجة 80 لدرجة 90 الصفحة النفسية مقبولة وصادقة، لان هو بيتعمد الدرجة فاء بتظهر يعني هي دايما تظهر سايكوباثولوجي اكثر للشخص، عايز يظهر معاناته بشكل مبالغ فيه، فهو عايز عشان يخرج من المشكله دايما بيظهر معاناته بشكل مبالغ فيه، بخلاف الشخص اللي بيظهر تجنب واضح لاشارات عنده كملامح خاصه بشخصيته. فبالتالي المقياس اذا اعطاني درجه فوق الدرجه المعياريه 70 بينظر اليها بهذا المنظور، لحد 80 درجه مقبوله صادقه، من 80 90 في الحالات المعروضه او عندها مشاكل مقبوله وصادقه، بعد الدرجه 90 بينظر في باقي الصفحة النفسية علشان ينظر إليها. لو كانت مرتفعة الدرجات على بعض المقاييس اللي هي مرتبطة بها فاء، لأنه بيتكون من 64 فقرة منها 35 فقرة خاصة بالمقياس عدم التواتر، و29 فقرة مرتبطة مع المقاييس الأخرى اللي هي الفصام والسيكافينيا والبارانويا. فبالتالي ارتفاع على درجة فاء إذا ما يصحبه ارتفاع على المقاييس الأخرى هنا بيدي مؤشر الكذب. وهنا بقى الأخصائي اللي فاهم بقى هيبص للدرجة هنا والدرجة هنا، هيعرف إذا كان هذا فعلا صفحة كاذبة أو صفحة صادقة. المقياس الرابع من مقاييس الصدق بنسموه مفتاح التصحيح او اختبار كي او كاف باللغه العربيه، ومكون من 30 فقره. وهذا المقياس يعني بالرغم ان هو له خمس فقرات خاصه بالمقياس و25 فقره متصله بمقاييس اخرى في نفس الاتجاه ما عدا المقياس الانطوائي الاجتماعي ست فقرات بالاتجاه السلبي، هذا المقياس من المقاييس اللي بتحدد ايجابيته واتجاهه وجديته في التعامل مع الاختبار. فعلشان كده بيسموه مفتاح التصحيح، بتأخذ منه نسب تضاف إلى باقي المقاييس الكلينيكية، 5% أربعة أو 5 من 10 أو 4 من 10 أو 2 من 10 تضاف إلى المقاييس الأخرى للتصحيح، لأنها بتدي مشتركة معها في نفس الاتجاه في الدرجة، فبالتالي بتعطي درجة أفضل في التقييم. وعادة السايكوجراف لا يتم إلا بعد إضافة درجة كاف نسبية منها للصفحة، يعني لا يرسم السايكوجراف اللي هنشوفه الآخر إلا بعد إضافة درجات كاف على المقياس. بالتالي كده لو يعني نظرنا نظرة سريعة على المقاييس الصدق، يعني ان ترك للاخصائي فرصة التعامل معها بحرفية، وهنشوف بحرفية انا حكيت في حياتي بعد قليل في التطبيق كيف يطبق الاختبار، لان ده المهم عندنا في الحوار كله، ان هو هيقول هذه الصفحة صادقة وان على الرقم او غير صادقة من خلال فهمه لهذه الصفحات. دي مقاييس الصدق الأساسية اللي هي بتمثل اطمئنان للصفحة النفسية وان هذا التقرير هنعمل به بكل سهولة ويسر. وبعد كده هننتقل للمقاييس الكلينيكية اللي هي العشرة المعروفة، مش هتكلم فيها كتير لانها معلومة للجميع، الا ان هي المقاييس يعني محددة بأرقام وحروف والاسم العام بتاع الاختبار. وعادة يعني الأرقام والحروف هي من باب الطمأنينة للمفحوص اكتر من الفاحص في التعامل مع سرية الاختبار. حتى احيانا بيجي واحد خايف ان ينشر صفحته النفسيه على الاخرين، اقول له والله شايف ده انا بوري صفحه نفسيه كده دوت للدكتور، ما بيقراش منها، ما حدش يقراها غير الدكتور المتخصص. فبتدي له نوع من الطمانينه اللي هي مطلوب يشعر بيها قبل بدء الاختبار، ان انا مش هقول له والله ده انت في الهستيريا كذا، انت في الفصام كده، اي حد يقرا المقياس. فعندنا الرموز او الارقام في الاختبارات لها قيمه نفسيه عند المفحوص، وفي نفس الوقت بتيسر في بناء الصفحه النفسيه ورسمها، ان انا بتعامل مع الارقام بقول المقياس المثلث العصابي 1 2 3، المثلث او المربع الذهاني 6 7 8 9 باضافه السايكاثينيا الى المثلث الذهاني، يبقى انا عندي اربع مقاييس معروفه. لما بتكلم ارتفاع الدرجه في المقاييس الاربعه يبقى انا عندي المثلث الذهاني بيدي مؤشرات مرتفعه، عندي الدرجات مرتفعه في 1 2 3، يبقى عندي المؤشر المرضي مرتفع في المثلث العصابي. فده بيعطيني الفقره. الاختبارات زي ما حضراتكم يعني هي معروفه للجميع اللي موجوده في الجدول، اللي بتبدا باختبار واحد اللي هو توهم مرضى الهيبوكوندريا واختصارها بالعربي هي سين. الاختبار الثاني اللي هو الدبريشن او الاكتئاب دي او دال باللغه العربيه، والهستيريا هي. والاختبار الرابع والخامس اللي هم خارج التصنيف العصابي او الذهاني نظرا لحيره العلماء في تصنيفهم ما بين هل هذا سيكوتك او نيروتك، بيبدا تصنيفها مستقله اللي هي الانحراف السيكوباتي اللي حير العلماء، والذكوره الانوثه اللي هو ان الاخ شخص بيتوحد مع الدور الاخر المخالف له في النوع. بتبدا بعد كده المقاييس المربع الذهاني بدءا من البارانويا 6 انتهاءا بالسايكاثينيا رقم 9. الاختبار الاخير اللي هو السوشيال انترفينشن هو مقياس بيتكلم عن الانطوائي الاجتماعي، يعني وبالتالي لا يؤخذ في المجال العصابه او المجال الذهاني، هو مجال مستقل. دي كانت مقدمه مختصره عن مقاييس الصدق ومقاييس الكلينيكيه للاختبار العشره.
النقطة اللي برضو يعني هنشير إليها في لحظات، فكرة تطبيق الاختبار. تطبيق الاختبار، وده من الأشياء المهمة اللي يعني محتاجة بعض الوقفة مع النفس كأخصائيين في مراجعتها، لأن البعض الأخصائيين بيستسهل تطبيق الاختبار على سنة فقرة وكأنه امتحان موضوعي، جاوب نعم أو بلا ويترك الاختبار بهذا الشكل. وده تطبيق الاختبار معروف أنه في مجال الأخصائي النفسي أنه عمل مهني أخلاقي ذو مسؤولية قانونية من الطراز الأول، من حيث توفير المكان المناسب لتطبيق الاختبار والظروف المهيئة له، ومن حيث تقديم التعليمات بشكل واضح يفهمها المفحوص أو العميل. إن لازم تكون بهذا الشكل، إن يكون التعليمات واضحة كيف أطبق هذا الاختبار عشان أطمئن للنتائج المستخرجة وأوفر له الجو المهيئ له. لكن البعض إذا يعني ترك الاختبار للمفحوص بحد ذاته، خاصة السيكاتريين، قد يترك لطبيب لمهندس لكذا كذا يعمله في البيت لأنه يدرك مصلحته في تطبيق الصحيح الصواب. لكن مع المرضى السيكاتريين احنا بنتعامل معهم غالبا بيفضل دايما الجلوس مع المريض وجها لوجه، وإن كان عنده قدرة على القراءة والكتابة وهيتعامل مع نفسه، بيكون هو معاه نسخة من الأسئلة واحنا او الاخصائي معاه نسخه اخرى، بحيث انه في مشكله عنده في قراءه اي فقره من الفقرات بنقراها بنفس الصياغه الموجوده في كتاب الاسئله اللي هو معروف بين ايد الاخصائي، يعني بنقراها بدون توجيه المفحوص للاجابه او بدون تسهيلها، لان الاختبار من ضمن مقياس الصدق فيه كثير من الاسئله فيه بصيغه النفي. واحيانا وده مشكله بتقابلنا ثقافيا، يعني في خاصه كانت في مصر، يمكن انا الحمد لله في البيئه الكويتيه التعامل مع اللغة كان أسهل، يعني يسأل بالنفي فهو عايز ينفي أصلا فينفي بالنفي فكده أثبت المحتوى، ودي كانت مشكلة بصادفنا. فإحنا دايما كنا بنركز على المفحوص خاصة في الثقافة اللي بتتعامل مع النفي، يعني إحنا نقول له في مصر أنت ما معكش كذا أو ألا يوجد معك كذا، خدت بالك؟ يقول لك لأ أنا معي، يعني ما تركبش، القصة مش كده. لا الحمد لله في الثقافة الكويتية أسهل في التعامل مع المنفية، لكن يجب التنبيه إليها إن هذا السؤال منفي، فلو أجبت بلا يبقى أنت أثبتت ما فيه، ولو وأجبت بنعم يبقى أنت كده نفيت المنفي أصلا من أصل العبارة. وده جزء مهم بنركز عليه مع زملائنا وهم الأخصائيين، خد بالك من السؤال المقدم بصيغة النفي في اختبار أي اختبار للتقرير الذاتي، هل الإجابة عليه بنعم ولا، لأن أحيانا قد يقصد إنه ينفي وهو بيثبت، فبالتالي هيعطينا صفحة نفسية أحيانا تكون مشوهة. فهنا هيقدم التعليمات بشكل واضح، هيطبق الاختبار بشكل واضح، وبعد كده هيبدأ يوفر له الظروف المهيئة. من ضمن الظروف المهيئة للاختبار إن طمأنينة لسرية المعلومات، وإن الإخصائي نفسه، وإحنا يعني أنا أكثر من 30 سنة بنطبق هذه الاختبارات ولا نعرف اتجاهات العبارات في أي اتجاه، لأن الاختبار له مفاتيح مثقوبة، بنشوف أول رقم وآخر رقم مكتوب فقط علشان يوضع بشكل منتظم على ورقه الاجابه، ونطلع منه بنعد اشياء مظلله، فبالتالي احنا ما نعرفش التوجه الفعلي لهذا في اي باثولوجي من ناحيه او تجمل من ناحيه او كذب من ناحيه، فاحنا بالتالي الاخصائي ما يعرفهاش، فاحنا بندوله طمانينه ان احنا لا توجد اجابه خاطئه او اجابه صحيحه. الصواب والصدق هو انت تقرر عن نفسك في الوقت الراهن، لانه هيسالك انا شو اجاوب، انا قبل 10 سنين ما كنتش اسوي كذا. دائما السؤال عن الوقت الراهن، خدت بالك؟ الوقت الراهن بهذا الشكل. وفي بعض الأسئلة إن المفحوص بيتكلم فيها أحيانا بتخش في هنقول الاختلاف الثقافي. أنا يعني غالبا ما أصاب بالصداع، قليلا ما أصاب بالإمساك. أحيانا التعامل مع كلمة غالبا وقليلا بيحتاج تساؤل من المفحوص نفسه، يعني دي معناها إيه؟ يعني أنا معناها إيه؟ هل أنا يعني غالبا يعني على طول يعني كل يوم عندي كذا، أو ولا قليلا يعني مثلا مرة في السنة؟ هنا طبعا الاخصائي بيقربها له بالمعنى الاخر، قليلا يعني عدد مرات قليله، اذا كان بيصاب بالامساك مرتين ثلاثه في السنه اربع ماشي، دي امور عاديه بيتعرض لها اي شخص، لكن لو في الشهر مرتين او ثلاثه لا ليس قليلا. وكذلك الصداع، فهو الفقرات اللي عدم الوضوح فيها واضح، فبالتالي هو بيشير اليها بهذا الشكل في اثناء تطبيق الاختبار. تطبيق الاختبار في الصوره اللي هي بين ايدينا والمطبقه داخل المستشفى، هنا النسخه المختصره منها 399 فقره، بيوضع علامه كده على الفقره 400 ويتم استخراجها. هنا في تطبيق الاختبار والتعليمات بتكون هنا في علاقة أثناء تطبيق الاختبار بين الفاحص وبين الإخصائي وبين العميل أو المريض، بيستطيع من بعدها يقيم طبيعة ظروف العميل، يشوفوا إيه يعني القصة هنا، ودي مهمة جدا عشان كده محدش يتركها للسكرتير أو لأي حد، والله خد ده يقعد جنبك زي ما بيحصل في بعض العيادات الخاصة، كان كده اللي بعد كده بس يقعد يعمل الاختبار ده جنب الراجل اللي قاعد بره في الصالة على ما يشوف غيرك. ده كان اسلوب يعني خاطئ جدا، ومفيش مصداقيه ولا في جديه في التعامل مع المقياس النفسي، لان في حضور الاخصائي ما لم يعني اذا كان مريض واذا كان في شكل مشكله الثقه لكفاءته العقليه وذكائه وجديته في التعامل يمكن يترك له، وطالما انه فاهم التعليمات.
ده باختصار شديد بالنسبة لتطبيق الاختبار. تصحيح الاختبار، تصحيح الاختبار هو من الأمور الميسورة والمعروفة لدى الجميع، أن يعني يوضع المقياس هنا. بعض الحالات أو اللي احنا بنشوفها أحيانا، الورقة الإجابة اللي بتكون مصورة بشكل أصغر من مفتاح المثقوب، من مفتاح المثقوب، فبتديني ان مؤشرات خطأ تماما. بيبقى المفتاح المثقوب بيدي نتائج خطأ، فإحنا هنا بنقول دائما للأخصائي تأكد من ان المفتاح المثقوب بنفس المستوى الخاص بورقة الإجابة حتى لو كانت مصورة، علشان لما توضع الفقرات وتشوف انت تعد الفقرات اللي هي تم تضليلها تكون صحيحة. بعد تصحيح الاختبار بتجمع الدرجات في الصفحة الأمامية والصفحة الخلفية، وبتستخرج الدرجات المعيارية. وهنا في الدرجات المعيارية يعني معروف في الجداول الموجودة فيها، في بعض الكتب او الكتيبات اللي اختبارات كانت نزلت بالصفحه اللي هي زي ديت، مكتوب في الصفحه ديت الدرجات الخام داخل المقياس، والدرجات المعياريه بتبقى على جنب هنا. يعني انا عايز احذر تحذير شديد من التعامل مع استخراج الدرجات المعياريه من الدرجات الخام الموجوده على هذه الورقه باعتبارها درجه هنا، لانه بيضرب الاختبار في مفصل. الاختبار مبني على ثنائيه المعايير ما بين الذكور والاناث، وهنا المعايير مشتركه بين التطبيقين. معايير معروفة كانت معمولة للتيسير كده بشكل مبالغ فيه، فكان تيسير أخل بمصداقية الاختبار من بدايته. يعني أنا لو خدت الدرجة المعيارية للذكور ودرجة الإناث، بمعنى أن أنا لو جبت درجة مثلا 18 في الذكورة والأنوثة عند الإناث بتعادل درجة خام 50 عند الذكور، والاثنين بيعطوني درجة معيارية 80، فأنا لو تعاملت مع الدرجة الخام الموجودة هنا للذكور والإناث بنفس المستوى، للأسف الشديد يعني الاختبار كله يعني نستطيع أن نقول أنه لا قيمة له. في تصحيح الاختبار طبعا معروف موجود في الاسواق النسخ اللي هي الالكترونيه على الكمبيوتر، يعني مش هتحدث عنها كثيرا. هي فيها نوعين من النسخ الالكترونيه. النسخه الاولى اللي اخذت الكتاب نفسه بتعليمه ومعاييره ووضعت المعايير، بحيث ان انت لو وضعت ورقه الاسئله صححته يدوي وصححته عن طريق الكمبيوتر بيعطي نفس النتائج. المقاييس الثانيه الموجوده بتدي يعني تم تقنينها على عينات مختلفه عن عينه الاصل تم تقنين الاختبار عليها، فبالتالي بتديني مشكله، بتديني صفحه نفسيه مختلفه تماما عن موضع الاختبار من اصله. حتى انا عملنا يعني نموذج للدكتور زميلنا، طبقنا عليه الاختبار وطلعنا نتيجه على الكمبيوتر. بعد ما طلعنا نتيجه على الكمبيوتر طلعناها بشكل يدوي. حضرتك مش الخط الاحمر ده الخط اليدوي اللي هو اختبار، وكانت فاضح يعني الصفحه النفسيه واضح ان في اختلاف لمن يراها كان اختلاف قوي جدا يعني. فبالتالي ان بعض المقاييس اللي موجوده على الكمبيوتر اذا لم تكن يقرأ الاختبار جيدا، إذا كانت هي نفس العينة التقنين الأصلية للاختبار فيؤخذ بها ويعمل بها، إن لم تكن إذا كانت العينة التقنين مختلفة فلا يؤخذ بها، لأنها هتعطي صفحة نفسية لا يتم التعامل بها مع نفس الدرجات المعيارية اللي احنا بنتعامل بها، هتدي درجة مختلفة، فبالتالي هتبقينا هنا فيه مشكلة. الدرجات المعيارية عندنا هنا نوعين من الدرجات المعيارية في الموجودة عندنا في الكتيب. الدرجات المعيارية اللي هي الأمريكية اللي بتعتمد على المتوسط الدرجة هنسميها الحد الفاصل 70 مع متوسطاتها من حرفاتها المعيارية في الفئات، والدرجة المقاييس والمقاييس الأربعة اللي تم تقنينها على البيئة المصرية على مدار 7 سنوات. الدرجات المعيارية إذا كنا هنتعامل مع الدرجات المعيارية مع عايزين نطلعها بالمسميات المصرية بتقنينها العربي، يعني هنا يجب التعامل مع بيئة التقنين المصرية في معايير خاصة بها، ودي جدول مستقل في آخر الكتيب موجود خاص بالمعايير اللي تم تطبيقها على البيئة العربية. إن لم يكن ذلك هيكون يتم تطبيقها على المعايير الأجنبية لدرجة معايير 70، وهنا هتكون النتيجة إن شاء الله فيها وضوح في الدرجة المعيارية. الموضوع التقرير النفسي اللي عايزين هنشير إليه في عجالة، التقرير النفسي الاختبار نفسه بيقدم ما يسمى بالسيكوجراف، معروف حضركم كلكم عارفينه، والاختبار الموجود داخل الوحدة اللي بيكتب يدوي. اللي احنا عندنا في يعني عايز أشير بس يعني في إن الاختبارات النفسية إذا قدمت للطبيب أو الدكتور كسايكوغراف هيفهم يقراها جيدا. التقرير النفسي معروف أنه رسالة من الأخصائي لمن يقرأها، قد يقرأها هذا طبيب، قد يقرأها قاضي، قد يقرأها مثلا مدرس أو ناظر مدرسة لتصنيف الأولاد في مدارس الاحتياجات الخاصة. هنا من المهم جدا أن يقرأ الفاحص جيدا لمن يكتب هذه الرسالة، إذا كان التقرير النفسي هو رسالة. لأن أنا دخلت في حوارات مع بعض القضاة في مصر كنا بنكتب بتفصيل كتير، ودخلت في المحكمة والقاضي قال أنا اديني رقم ذكاء أنا هدخله عندي في جدول، أنا مش هفهم شغلك، اديني رقم ذكاء وكذا هطلعه من جدول هيعطيني هذه الفئة أو عطيني التصنيف كذا، أنا مش هقرأ التفصيلات دي كلها. فبالتالي قراءة من يقرأ هذا التقرير هذا نوع من الاقتصاد في الطاقة الموجهة داخل التقرير النفسي.
التقرير نفسه عندنا يعني في مصر عن طريق الامانه العامه ووزاره الصحه على مدار السنين كنا عملنا تقرير، في تقرير نفسي بالانجلش، هو كنت انا عرضته هنا قبل 10 12 سنه ويعني لم يلقى القبول، فانا بعرضه على حضراتكم، ان قبل فممكن يتم تعديله كتابه. كان هو بهذا الشكل يعني تقرير يعني هيأخذ بشكل كده، هنعمل المثلث الذهاني والمثلث الوصابي وهيدي الدرجات، هيدي بس فقط الدرجه، وبيضع الاخصائي علامه سهم احمر او اي لون كده ان الدرجه هنا فوق او درجه هنا منخفضه، وهنا المقاييس السكيلز هنا هتبقى كده. الطبيب اول ما يقرا الصفحه هيعرف، لان انا مش محتاج اذكر للطبيب ايه هو البارانويا، مش محتاج يقرا اللي انا هكتبه، لكن هو هيكتب بعد ذلك وضع في الملف كتفصيل لحالة معرفة الصفحة النفسية للمريض، لكن الطبيب عايز يعرف ان ده في درجة مرتفعة في البارانويا في السيكوباث في كذا في كذا في كذا، فده التقرير. يعني عندنا في مصر بس كانت القانون مدينا هنا نفس ده الروبورت بتاع مصر معاه الاربع مقاييس المصرية، كنا مطلع المعايير بتاعتها من المعايير المصرية يعني، فانا كتبتها كده بدون معايير مصرية، انه يعني انه وجد ان توضع هذه المعايير المصريه في المقياس فممكن وضعها بشكل يعني وتوضع امامها المعايير الخاصه بها، لان في فرق كبير في درجات الفئات، لان انحراف المعايير مختلف والمتوسط مختلف، فبالتالي درجه 67 في بعض المقياس تعادل 70، درجه 63 تعادل 70، فبالتالي لو يعني ينظر اليها او تعتمد الدكتور محسن او الاستاذ امنه ممكن نجلس مع بعض ويتم تصميم هذا الريبورت، هو بسيط وسهل قراءته بالنسبه للطبيب. مع الكتابه التقرير الثاني بياخد وقت كتير من الاخصائي، لانه بياخد الدرجه بيفسرها من داخل الجداول المعيارية لكل درجة. هنا ده بالنسبة للتقرير النفسي. الصفحة النفسية أو السيكوغراف يعني حضراتكم كده معروفة ومنتشرة، يعني لما تكتب بهذا الشكل السيكوغراف بياخد شكل تفسيره بهذا الشكل كده، إن احنا بناخد مقاييس الصدق المقاييس الكلينيكية العشرة بننظر إليها وبنشوفها. السيكوغراف ميزته إن هو يعني بيحشمل السرية والوضوح، لان احنا بنشوف اعلى قمتين معروفين كده في تفسير الدرجه على مقياس الام ام بي اي، وبنشوف الصفحه النفسيه، لان من اهم الدراسات اللي اتعملت على مقياس الام ام بي اي ان الارتباط بين المقاييس الاساسيه اقوى من مجرد الاختبارات الفرديه، فبالتالي العلاقه بقى انا لما بشوف المقياس هنا بشوف هنا بشوف يعني ارتفاع في مقياس كذا وفي مقياس كذا بيديني مؤشر قوي بالنسبه للصفحه النفسيه. وفي نفس الوقت خبره الاخصائي النفسي بتظهر في السايكوجراف. معنى ايه؟ يعني لو مثلا السوشيال انترفينشن درجه عاليه جدا، هل معنى ذلك ان اتوقع ان المانيا تكون مرتفعه؟ هذا نمط غير شائع، واحد عنده انطواء اجتماعي شديد، واحد تاني هيكون عنده مانيا شديد او عنده انبساط شديد. فهنا بالتالي ان الاخصائي اول ما ينظر للسيكوجراف بيعرف الصفحه صادقه، وهي عشان كده هنا طرق مع مقياس الصدق للاخصائي ان التقرير بالرغم من الدرجات قد تكون فوق السبعين ان الصفحه صادقه وغير صادقه، ان الازواج النقطه المرتفعه على المقياس على السيكوجراف لما تكون مرتفعه بشكل منطقي وفيه سيمترية في التعامل معها كده، بحيث ان القمه دي مع القمه دي او الازواج المرتفعه من النقاط او يسمى بالبروفيل المدبب في الصفحه النفسيه، ده مع ده هيعطيني هذا في مؤشرات لان في انماط غير شائعه في انماط لا تتحقق بهذا الشكل. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها بالنسبه للسيكوجراف وبالنسبه للدرجه المعياريه، وكثيرا ما بسمعها بنكتب احيانا بيكتب ان درجه السواء من 35 ل 70، وهذه النقطه معلش يعني هستسمح يعني يجب ان اتوقف عندها قليلا، بس هي مهمه جدا. لا يوجد ما يسمى بمعدل السواء او مؤشر السواء. المقياس وضع ما قبل نظريه السمات والانماط ونظريه الابعاد، والمقياس في شكله الحالي بيعطيني دايما البعد والبعد، فبالتالي انا لو عندي مثلا مقياس السوشيال انترفينشن الانطواء الاجتماعي لو الدرجه عندي عاليه، لو الدرجه عندي اقل من زي البعض بيقول 35 او 44 حسب المعايير، دي معناها ايه؟ هل معناها درجه يعني في لا سواء؟ اللي بيحصل هنا بقى هنا مهاره الاخصائي انه هيستنتج من الدرجه المنخفضه على البعد الاخر فيها اذا كان في انطواء اجتماعي، وده موجوده في الكتاب نفسه. اللي هيتعب نفسه هيقرا في اول الدرجات تحت 44 هيقول ده شخص منبسط، يبقى انا عندي اكستروفيرشن، عندي انبساط، يبقى عندي انا نفيت وجود صحيح صفه الانطواء الاجتماعي، لكن انا باثبت البعد الاخر في الشخصيه هو بعد الانبساط. ومعظم المقاييس بهذا الشكل، يعني عنده كل المقاييس بتاخد هذا البعد، يعني مقياس الاكتئاب لو الدرجه مش مرتفعه لو الدرجه منخفضه هيكون شخص ايه؟ هنا يبقى انا ما اقولش والله درجه في عدم نطاق السواء، لا هي في البعد المقابل للاكتئاب الحزن مقابله ايه؟ هتاخد بهذا الشكل. فجميع المقاييس الكلينيكيه العشره لازم ينظر اليها من منظور البعد، بمعنى ان هشوف الدرجه لو عاليه هتديني درجه في نفس هذا الاطار، او المنخفضه هشوف الصفه يقابلها ايه. حتى يعني في اللي هيقرا درجه 44 في اقل
هيجد الصفة ويشوف الدرجة 70 فيما فوق هيشوف الصفة مختلفة تماما. فبالتالي يعني بالنسبة للزملاء الأخصائيين يا ريت بلاش نكتب في حدود السواء. احنا هنقول الدرجة هنا يعني مكتوبة كده في الكتاب يعني بهذا الشكل كده يعني منخفض أو معادي أو معتدل أو ملحوظ. ملحوظ اللي هو دخل في النطاق المرضي. لما نقول الدرجة في النطاق المعتدل أو العادي مقبولة. والجزء في السيكوجراف معروف انه ما بين ال 55 لل 69 احنا دايما لما بنعمله في بنفضل بنظلله يعني بنعمله بشكل مظلل. احنا بنقول ان هذا هو الجانب الاكثر شيوعا وانتشارا في هذه الشخصيه. بمعنى ده الاكتف في الشخصيه. المنخفض هنا يعني مش معنى المنخفض جدا هيكون اكتف في الجانب الاخر. لكن انا لما عايز اشوف الشخصيه في بناء الشخصيه في هذا الوقت ايه الاكتف في هذه الشخصيه دايما بنظر لهذا المستوى اللي هو ما قبل الدخول في النطاق المرضي بعد ال 70 درجه معياريه او ما بعد الانخفاض تحت ال 40 اللي هو في دخول في البعد الاخر لنفس الصفه او المتغير اللي بيقيسها سواء مقاييس ذهانيه او مقاييس عصبيه. فبالتالي لما بيكون عندي الجزء ده مظلل انا بنظر اليه من هذا المنطلق ان الجزء ده هو الاكتف في الشخصيه في هذا الوقت. وبالتالي انا يعني عرفت ان ده اكتف وانظر للصفحه الدرجه المتدينين على انها البعد الاخر والدرجه العاليه على انها دخلت في نطاق الباثولوجي او معاناه المريض. النظره العامه بقى على المقياس نظره عامه على المقياس وعن تطبيقه يعني انا بنفضل التالي في في, في, في المقياس ان الاختبار الاخصائي الجديد لا يعني لا يترك وحده دون تطبيق الاختبار. أول ما بدأنا نتعلم في الثمانينات عن الاختبار أعطونا كراسة الإجابة نقرأها عدة مرات عشان يكون فينا إلف بيننا وبين قراءة الفقرة قبل ما نتعلم في أي شيء. قال لك لازم تقرأ الفقرة بحيث إن أنت لو سئلت في قراءة الفقرة ما تبقاش ترتبك أمام المفحوص. كانوا يعلمونا دائما أنت ثقة المفحوص فيك وأنت بترتبك أثناء قراءة الفقرة. فكنا بنقرأ الاختبار نفسه عدة مرات عشان يبقى فيه نوع من الالف بيننا وبين الفقره بحيث لما يجي يسالني الفقره رقم كام ابص عندي الفقره رقم كذا بقراها بهذا الشكل. لو حصل الارتباك بتاع ده بيعطي يعني شكل يعني مش جدي مع المفحوص اثناء تطبيق الاختبار. الجزء الثاني ان المسؤوليه يعني نركز بقى على المسؤوليه الخلقيه والقانونيه في التعامل مع الاختبار في ان اتركه حد يساعده او حد بجواره يساعده. يعني ساعات كده مثلا يعني الزوج يساعد زوجته او الاب يعني يساعد مش عارف مين ده لهم. هذه الامور بتمثل يعني اطار خلقي حتى ولو كان يقول لك ايه والله نعرفه كذا يعني دايما بنسالها كده ايه والله لا صح خطا. هنا الاجابه يجب ان تكون من العميل او المفحوص بشكل مباشر وعما يشعر بشكل واضح في الوقت الراهن وليس فيما سبق. فبالتالي هذه المسؤوليه الخلقيه في توفير المكان واظهار التعليمات والشكل الادائي للمكان والتعامل مع الاختبار سواء بالتقرير الكتابي الانجليش او التقرير الصفحه التقرير نفسه المعروف بتفصيله لانه بيظهر كل القوه والضعف في الشخصيه هيتعامل مع هذا الشكل. الجزء الاخير في الاختبار ليس لا يستخدم فقط في الجانب السيكاتري. يعني الاختبار هو بيعطيني صوره عامه عن بناء الشخصيه. احنا كلنا بلا استثناء بنقع في هذه في اطار انا سماه الاطار مش العشرة بقى يعني طبعا الاختبار لو قلنا في 1000 مقياس هيبقى في 1000 مقياس لان كل البشر تقريبا مشترك في هذه الصفات. والفارق هو في الدرجه وليس في النوع. يعني دايما الاختلاف في الدرجه وليس في النوع. عشان كده فلسفه الدرجه وقراءتها هي هتكون هنا المقياس. فهنا بناء الصفحه يعني رسم الصفحه النفسيه لما يكون اي للتوجيه للعمل او توجيه للارشاد ايا كان الصفحه النفسيه او حتى في البرامج العلاج النفسي دايما بنعتمد عليها اعتماد كلي في معرفه جوانب القوه وجوانب الضعف في الشخصيه. يعني الصفحه النفسيه فقط لا تستخدم في كتابه التقرير مجرد هاظهر هذا دخل في الجانب السيكوباثولوجي بيعاني من 1 2 3 ذهان او عصابي او في الجانب الاخر اللي هو في مستوى منخفض في الشخصيه. بيظهر الاختبار وده شغله مع هنسميه بقى يعني في حالات غير المرضيه والسيكاتريه بيعطي نتائج افضل واكثر لان الشخص بيبقى مدرك ان هذا في مصلحته وبيفهم كويس وبيديني النتائج الاساسيه للاختبار. فبيظهر الصفحه لما بنبين استجراف السيكوجراف بيديني جوانب القوه وجوانب الضعف. ومنها لو في برنامج علاجي نفسي بنقول والله احنا هنركز على جوانب الضعف ازاي نقويها باستخدام جوانب القوه او على حسب ما يرتقي المعالج في طريقته للتعامل مع الحاله اثناء أداءه. فبالتالي هنا المقياس ليس فقط متوقف على جانب محدد هو يعني له عدة جوانب في الاستخدام ويبدأ الأخصائي يتعامل معها بهذا الشكل. تقريبا كده استوفيت كده واشكركم شكرا جزيلا. Questions or comments?
I think we should start with psychologists first. This is your day. الأخصائيين أي سؤال؟ جسم. طبعا شكرا دكتور سعيد على هذا الاختبار على توضيح بعض النقاط والبنود المتداخلة بالمفاهيم سواء كان عندنا أو عند الأطباء في عرض وكتابة التقييم. بما أن الاختبار هذا يقيس عدة مقاييس كلينيكية تقريبا 10، وعندنا المفاتيح الأربعة الرئيسية اللي هي اللاي سكيل والكورتيسكيل الصدق نعم والصدق والكورتيسكيل، وبنفس الوقت عندنا 10 مقاييس لعشر أمراض. هل بإمكانية آخذ سب تيست من البنود الاختبار وأطبق عليه المفاتيح؟ مثلا أنا بقيس الانفصام ما بي باقي الأمراض، نعم أطلع السب البنود من الاختبار وطبقها لحالة ولا ممكن؟ يعني السؤال ما شاء الله فعلا الخبرة الكلينيكية بتطرح في هذا السؤال. أشكرك على هذا السؤال، وأنا فعلا كنت مجهز هذا، أنا ما أعرفش، أنا نسيته أثناء السرد. يمكن اتكلمت في الصبح مع أحد الدكاترة أن من أهم مميزات مقياس الـ MMBI التعامل مع المقاييس الفردية، والكتاب ذكر كل مقياس، حضراتكم هتشوفوا كل في كل مقياس مكتوب عدد الفقرات الخاصة به وموجود توجه الاختبار نعم أو لا. هنا من أهم مميزات اختبار الـ MMBI أن يستخدم كمقاييس سب سكيلز. هاخد هطلع ال 50 فقره بتوع السايكوباث، هطلع ال 40 فقره بتوع مقياس كذا، ال 80 فقره بتوع الفصام، وده من افضل استخدامات، وهذا ترشيد لوجود الطاقه النفسيه. فالصدع الاطباء لو اراد ان بس عايز يعرف مؤشر عن الفصام، عن الاكتئاب، عن السايكوثينيا، عن السوشيال انترفينشن، بيطلب من الاخصائي بحكم العلاقه بينهم اللي فيها نوع من التكامل، انا عايز بس هذا المقياس. بصوره جدا يقدر يطلعها، موجوده في الكتاب فقرات كل مقياس وتوجهها، يعني كل مقياس موجود الفقرات والتوجه بتاعها نعم او لا. فبالتالي ممكن يكون مجهود داخل الوحده وتعملوه انتم مشكورين، الفقرات موجوده ويتم طباعتها، كل مقياس لوحده هيتعمل على حده. نسيت اذكر لحضراتكم اثناء المقياس ان تم عمل نوعين من الشغل اللي هنقول سب سكيلز عليه في على مستوى العالم وتم تعريفهم، اللي هي قائمه الاعراض اللي قننها عبد الرقيب البحيري في مصر، اللي هي 90 فقره بتدي مؤشرات بسمها مؤشرات عيادية، بتاخد تلت ساعة ل 25 دقيقة في تطبيقها وبتعطي مؤشرات عيادية. والجانب الثاني اللي اشتغل عليه الدكتورة ألفت حقي في جامعة اسكندرية لخصت الاختبار في 80 فقرة عن العشر مقاييس الأساسية، بحيث أن تغطي المعارض الرئيسية لكل مقياس، بحيث أن الواحد داخل العيادة يطبق عليه الاختبار في نص ساعة تقريبا، واللي داخل الطبيب كده بيقرأ النتائج فبيعطوا له مؤشرات واضحة عن طبيعة ما يعانيه أو عن طبيعة الصفحة النفسية. المقاييس بقى السب سكيلز بتاعته مقاييس اساسيه وكل مقياس مستقل بذاته. فالاختبار بيتميز بين اثنين، ان المقياس مستقل وفي تكامله مع الاخر هيعطي الافضل النتائج، وفي تفسير البروفيل المدبب بين القمم المختلفه داخل الاختبار بيعطي طبعا يعني لا يرسم يعني لا يتم الحديث عن البروفيل المدبب الا اذا كانت درجه فوق ال70. الدرجه تحت ال70 درجه معياريه او ستاندر ديجري، بينظر الى ما يكتب داخل الجدول في تفسير الدرجه وليس في البروفيل المدبب. البروفيل المدبب دايما بيتكلم عن القمم العاليه اللي فوق مستوى درجه المعياريه اللي دخلت في مداخل الباثولوجي، بينظر لتفسير الدرجه من خلال الجدول. وانا دايما بنصح زمايلي ان، وده الدكتور مليكه نفسه انا قعدت معاه في سنتين في اثناء تدريب لحد ما مات سنه 2001، كنت بقول له احنا اخصائيين وبنتعامل مع الاختبارات وخلاص بقينا يعني زي بهذا النفس كده بنعرق اختبارات زي ما بقول له كده، ممكن نتجاوز في التعليمات او نتخطى كده حدود التعليمات. شد قال تكون اخصائي فاشل وفازت أخلاقيا لو احنا لو تخطينا شيء من التعليمات او غيرنا صيغتها، بيقول لان التقنين تم وضعه بناء على هذه التعليمات وبهذا الشكل. يعني لو سؤال منفي قدمته للشخص بشكل موجب يبقى انا اخطات فيه، لان الاختبار قنن والاجابه والسؤال منفي. فده ممكن جدا، ويا ريت يكون هذا مشروع الوحده. يعني اشكرك على هذا السؤال. نعم، بالنسبه للاختبارات الفرعيه السكور بتاعها الفصار كمي ولا نوعي؟ يعني هو فقرات، نعم بالنسبه للاختبارات الفرعيه، الاختبارات الفرعيه فيها المجال كبير وطبعا هي وصلت له الاف. لو انا بطبق اختبار الفصام لوحده او لا الاختبار اللي هو هنا الاختبارات الفرعيه لا يرسم بقى سايكوجراف. هنا انت هتطلع هتصحح بنفس الطريقه اللي صححت بقى الاختبار ككل. انا عندي الاختبار واحنا بنعمله كده، احنا بنجيب الاختبار ولو كنت في صفحه كده عندي مثلا الفصام 80 فقره، عملت 80 فقره وهكتب نعم او لا هنا، وبعمل احنا بنصمم، احنا صممناها قبل كده، كان الدكتور محمود هنا عارف، كان عارف احنا صممنا المفتاح مفقود لهذه الاختبارات، كنا عاملين كده نعم ولا، بحيث ان احنا بنصممها ونطلعها. انا عندي درجه خام مثلا في الفصام 20 او 30 بطلعها بنفس الجدول، نفس الجدول الرئيسي بتاع، هي ما فيش اسهل منها. هتبقى عندك المقياس في مستقل لوحده كده،
ومفتاح مثقوب انت بتصممه مع ورقه عاديه خالص في نعم او لا، بتعملها بثقبه كده وبالمفتاح عندك ثابت وتطلع الدرجه المعياريه من نفس الجدول المعياري بتاع المقياس المقياس العامه كلها. لا هو في الجداول عندك تحت 44 هتلاقي دايما في الجداول كده كلها يقول لك الدرجه 44 فاقل. اي انا عارف 50 نسوي عاده 70 ايوه من 50 ل 70 بقول لحضرتك ده هو ده المستوى الاكتف في الشخصيه، يعني ده انت اول ما تشوفها كده هتعرف ان ده هذا الجانب النشط في الشخصيه. لكن الدرجات بقى لو منخفضه تحت ال 20 كده او تحت 30 دايما بنذكر البعد الاخر في الجانب. لو كان انطوائي اجتماعي وادانا درجه 20 او 25 انا لازم يكون حط في ذهني ان هذا شخصيه منبسطه. ده قراءه الدرجه، يعني فكره ان هم بيتكلموا عن درجه السواء في نطاق الصفه الاولى اللي هي محدده في عنوان المقياس الكلينيكي نفسه. سوري دكتور، اتوقع يعني لو نطلب منك مثلا كسايكولوجيست تسوي لنا بس جزء من الام ام بي اي كذي ما راح نقدر نقيس البعد الاخر. اي نعم احيانا هو يعني افضل ما فيه بيعطي صوره متكامله او بناء نفسي يعني، لكن احيانا بيطلب يعني للتاكيد على هذا الجانب فقط. فالاختصار الوقت من ياخد، لان الاختبار ممكن يعني متوسطه 90 دقيقه او ساعه ونصف مع المفحوص اللي هو ذكاء. طبعا نسيت اذكر ان لو طبق على ذكاء اقل من 80 على مقياس ويكسلر طبعا، والسن طبعا يعني مش اقل من 16 يعني معروفه كده. احنا كنا في مصر ما كناش بنطبقه بالنسبه للذكور على اقل من 18 والناس كنا بنطبقه على 16 من خبرتنا السيكولوجيه هناك، لان كنا بنشوف ان البنات يعني اسرع في الرشد والنضج من الذكور في ذاك الوقت، فكنا بنطبقه على البنات من سن 16 وكنا بنطبقه على الذكور من سن 18 بالرغم ان الكتاب بيقول من سن 16. دي هي الخبره الكلينيكيه اللي بتتعامل مع الاختبار في استخراج نتائج معترف بيها، لكن الاختبار كمقياس فرعي بيطلع نتيجه، لكن في بناء شخصيه ورسم بروفيل لا ما بيطلعش. يس الاختبار هو علينا مسؤوليه بالنسبه للاخصائي، ان المساله مش مهمه والسلام، ولا المساله هي ادوات. حقيقه بشكرك اكثر كمان على اثاره موضوع مهم جدا وهي الريليشن بيننا وبين الاخبار، فكره الرساله اللي كنا بنتكلم عنها. ان ساعات كتير قوي يعني الملاحظه دي انا خدت بالي منها من فتره طويله، انه كتير من سايكولوجيست احنا او انا او زمايلي بنكتب بصياغه ممكن ما تبقاش مفيده للاطباء. نعم. وبالتالي بتلاقي الطبيب على طول راح قلب الصفحه ولا كان في حاجه حصلت اصلا. ده ممكن يكون الصياغه فيها مشكله، ممكن يكون الاختبار نفسه غير مناسب، او انه السايكولوجيست سبق لاخر استسلم الاختبار، فبدا ما يطبق اختبار كبير او يطبق اختبار مهم، لا طبق اختبار بسيط وسهل عشان العمليه تعدي والمهمه والسلامه. فالحقيقه يعني مشكوره جدا على دوت، واحنا فعلا محتاجين نحط اليه الوضع السيستم بشكل مختلف. يمكن استاذ امل الحقيقه مشكوره حاولت تعمل نموذج للتقرير، بس برضه لسه ما زال الموضوع محتاج شغل ومحتاج حاجات كتيره قوي، لدرجه ان انا كنت بفكر فكره صغيره قوي انه اعمل استبيان بسيط جدا للاطباء واقول لهم طب انتوا عاوزين تعملوا ايه؟ ايه التقرير المفيد اللي ممكن من وجهه نظركم ممكن يكون يعني اللي انتوا محتاجينه السايكولوجيست؟ هل محتاجينه بالانجليزي؟ هل محتاجينه بكذا؟ حتى لو كان بالانجليزي ممكن يكون بسيط زي ما قال الدكتور سعيد حياه العربي وقال ان المساله بسيطه، يعني ممكن يكون ايتمز بسيطه وكذا وكذا، هل محتاجين جهاز؟ هل محتاجين كذا؟ هل محتاجين كذا؟ فايه المانع ان احنا لو نجمع فكرتك والمجهود اللي سبق الاستاذ امنه ان احنا نعمل بوستشن صغير ونقول كل طبيب محتاج ايه من التقرير؟ عايز تعرف ايه؟ ايه انت محتاجه تحديدا؟ عايز تعرف برده. واتس يور كومنت دكتور سعيد؟ ماشي، واقتراح جيد وشكرا. يعني مبدئيا الى ان يتم هذا، انا دايما يعني مقترح متمسك معلش بالتقريب الصفحه واحده بالانجلش هيسر هذا الى ان يعني يتم هذا الاستبيان او التواصل بين الاطباء والاخصائيين في الصوره المناسبه للقراءه. الطبيب اول ما هيقرا النموذج عندنا بالانجلش بيشوفه بيبقى هيرتاح، لكن صفحتين او ثلاث صفحات بنكتبها في تفسير الدرجات هو معلش غير معني بقراءتها، لان انا يعني دايما بقول كده يعني انا يعني استعيب ان اقدم للطبيب تفسير يعني ايه فصام او يعني ايه بارانويا. الطبيب بيتكلم عن الطبيب النفسي، لكن انا هكتبها في التقرير المفصل عشان هيكون ده جزء في ملف المريض عشان اي حد هيقراه
مش لازم مش لان اللي هيقراه اخصائي اجتماعي هيقراه اخصائي نفسي اخر هيعرف جوانب القوه والضعف وتفصيل في الشخصيه. لكن الطبيب انا بقول توفيرا لوقته انا بكون عندي صفحه واحده كده بالانجليش كده هكتبها كده وهحددها كده المثلث الذهاني للتيسير وهذكر مقاييس الصدق فيه عشان يكون فيه طمانينه. هيكون مرحله وسطى حضرتك ذكرته في التواصل بين الاطباء والاخصائيين وهو فريق متكامل في العمل. وشكرا لسؤالك. لا حضرتك احنا طبعا احنا لما ذكرت في يعني لا يذكر البروفيل المدبب او القيمه المرتفعه الاختبار اللي بعد الدرجه 70 في جميع الاحوال. حضرتك هتجيب الدرجه مثلا جاب 50 او 60 بتشوف الجدول الخاص بالاختبار نفسه وتشوف الدرجه المقابله وهي مقسمه من 44 او من 4 ل 59 59 ل 69 هتشوف الدرجه بتعادل اي فئه في التفصيل وهتكتب لك منخفض او معتدل او عادي او ملحوظ. ويعني انا بارجو للاخصائيين الالتزام بالنص الموجود داخل الكتاب حتى وان كانت الصيغه عامه لانه بيتكلم عن مجموعه اشخاص وعلى اساس الشخص نفسه ان الدرجه احنا دايما كنا بنقول الدرجه تشير الى كذا. يعني لما نكتب الدرجه بتشير الى كذا اللي هو مكتوب داخل من قبل الدرجه نفسها تشير الى كذا بحيث ان انا هكون في درجه من درجات المرونه ممكن ينطبق على الشخص نفسه 50% مما ذكر داخل التفصيل او 40% او 60% لكن درجه بتشير الى كذا من داخل الدرجات دايما من داخل الجدول ويكون التزام بيها هو ده الحرفيه والمهنيه لدى الاخصائي وليس الكتاب مجرد قراءه الدرجه بشكل فيه خبره فقط. يعني لابد من الالتزام بما هو مكتوب في التفصيل. نعم معلش ما سمعتش. ايوه ما انت حضرتك تكتبيها كده يعني طبعا الدرجه 70 هي الدرجه الفاصله بين اللي هنقول ما هو مقبول في الشخصيه كنمط شخصيه بقى واحنا احنا طبعا المجال مش هيسمح نتكلم عن في فرق بين نمط الشخصيه والمرض في الشخصيه او الاضطراب في الشخصيه. لما اقول فلان شخصيته هستيريه احيانا بمتدحه لان ده شخص ذو علاقات عامه وله قبول اجتماعي وله انتشار وكذا وان كان بيتسم عدم النضج الانفعالي بخلاف لما اقول بقى عدى 70 ودخل بقى في النطاق المرضي يعني دخل كده في باثولوجي. يعني الدرجه 70 هي الدرجه الفاصله ما بين ما هو مقبول كنمط شخصيه او سمات شخصيه او كبعد في الشخصيه وبالدخول في النطاق المرضي. انت هتكون لازم تكون فاهمه كده كويس ان ده هي الدرجه الفاصله 70 زي الذكاء عندنا 70 في فيكسلر او 68 في بينيه 70 بقول كده خلاص فوق البوردر لاين دخلنا كده في الام ار في فيكسلر. ففهم الدرجه وفلسفتها لازم يكون انت واضح في ذهنك وانت اثناء تفسير الدرجه. الله يبارك. يعني دايما يعني باكد ان وجود سايكولوجيست في معانا في الجراند راوند فيري امبورتنت بيدينا فرصه لجوانب كتيره جدا احنا في شغلنا او يعني في صعوبه ان احنا ناخد. والحقيقه انت وفيت وجزيت في جزء كبير جدا لكن انا كطبيب عندي تساؤلات كتير الحقيقه. اتفضل. ممكن توصل 320 بس خلينا في حاجات مهمه. في مثلا الليفل بتاع الاي كيو ايه الليفل ان انا اقدر الاي كيو اقول العيان ده ينفع يتعمل له او لا؟ يعني دايما انت عارف ان هو المنتر تراديشن وفي بوردر لاين وفي افريج فهل الافريج هو النوع ولا ممكن العيانين اللي هم بيبقوا ما بين جول وارد يعني محتاجين نعمل الاي كيو الاول ولا لا؟ واحد. الحاجه الثانيه احنا امتى كطبيب انا اقول انا يعني انا دايما متعلم ان الام ام بي اي هو بيديني شويه الديفنسز والتريتس بتاع العيان از جنرال سواء كانت تايب او كانت تريت كديفنس. امتى اقول انا هطلب ام ام بي اي يعني ايه الانديكيشن؟ يعني مثلا ديبريشن سكيل بعرف العيان ده ديبريشن عاوز اعرف السيفيريتي واعرف اعمل فولو اب. انا مش فاهم الانديكيشن يعني امتى اطلب؟ هل هي روتين ولا سبيسيفيكلي لعيان معين؟ ثم اخيرا هاو ماتش وي كان يوز ذس فور تريتمنت. بقيت الأسئلة بقى تبقى بيني وبينك. هو يعني بالنسبة للسؤال الأول هو محدد إن درجة آي كيو 80 على مقياس فوكسلر هي الحد الأدنى لتطبيق الاختبار. لكن في الدراسات داخل الموجودة إن تم عمل أو تطبيق الاختبار على درجات ذكاء أقل 80 75 كده في منطقة البوردر لاين في الآي كيو بحيث إن بيكون بمساعدة من الباحث في قراءة العبارة وليس توجيه الإجابة. دايما أحيانا الأخصائيين بيوجهوا المفحوص للإجابة. لا يعني هو انت كذا ولا انت يعني كده بيسأله كده. فهو هنا لو تم تقديم يعني تبسيط المعنى بنفس الصيغه الموجهه ممكن يطبق باقل من 75 او ال 70 او ال 80. الفكره هنا بقى هيطبق اختبار الذكاء الاول او لا يعني ديت من الخبره الميكانيكيه ومن التعامل بين الاخصائي مع حضرتك في المكان
وفهمك وخبرتك بالتواصل بينهم انت شايف ان ممكن كلينيكيا ده واضح ان ذكائه يعني ماشي، يعني واحد جاي لك خريج جامعه يعني محتاج تعمله اختبار ذكاء؟ القصه بتبقى كده. فحضرتك ان الخبره الكلينيكيه هتحدد اذا فعلا شايفه محتاج اختبار ذكاء لا يطلب فيه اختبار ذكاء. السؤال بتاع حضرتك معلش كان بالنسبه اعمل ام ام بي اي از روتين ولا في لا از روتين؟ از روتين لا، انا ده عايز اكون لا يعني طبعا الام بي اي لما بيكون معروف مطلوب معرفة جوانب القوه والضعف بيكون فيه احيانا لبس عام على الشخص انا مش عارف احدد هو في الاتجاه العصابي او الاتجاه الذهاني. ده بالنسبه للسيكاتري يعني احيانا بيبقى في واحد بيبالغ في عرض مشكلاته وواحد تاني بينكرها تماما. هنا البناء او السيكاجراف مهم جدا جدا بقى في هذه الحاله، لكن الاختباس له كبير وبياخد من الاخصائي يعني الاخصائي اللي بيطبقه يعني يشكر عليه ضربه عظيم سلام ساعتين تطبيق على الاقل لو هو متواصل وعلى الاقل 3 ساعات تصحيح وكتابه التقرير. يعني هو بياخد الاختبار الواحد ممكن ياخد اكتر من يوم في عمل بالنسبه للاخصائي. فهو توفيرا للجهد والطاقه يعني حضرتك هتشوف الحاله دي محتاجه عشان تعرف تتفيز هل هو فعلا عصابي او ذهاني او هو محتاج ايه بالضبط. هنا في الانديكيتور هنا بعد هنا مؤشر ازاي امتى استخدمه، لكن بصفه عامه كده اي حد عامل ام بي اي معلش يعني ده مش منطقي. يعني المانجمنت يعني هاو ماتش ان احنا ممكن نستفيد من الصفحه النفسيه بالنسبه للمريض وغير في المانجمنت بتاعنا. الصفحه النفسيه حضرتك انا لا هي كل استفاده في صفحه نفسيه على مستوى العلاج النفسي وعلى مستوى حتى الارشاد والتوجيه، التوجيه المهني والتوجيه العام في يعني بتستخدم. انا بقول لحضرتك الاساس بتاعها كان استخدامها وكان في الحرب للتصنيف ده يصلح للسلاح كذا ويصلح للسلاح كذا بهذا الشكل كده. فهو هنا التصنيف هنا ان في دايما يعني في العلاج جلسات العلاج النفسي انا واحد من الناس بفضل اعمله عشان انا بتحرك من خلاله، ولان بعد فتره ممكن بعد 6 شهور او سنه من تطبيق المقياس بعمل مقياس ثاني واشوف درجه الاختلاف وانا بقيم هل فيه تم تعديل او لا. بالرغم من الاختبار ده من ضمن الاختبارات النادره القليله اللي بتتسم بالثبات النسبي الطويل الامد، يعني بتتسم يعني حتى بعد عشرات السنين ممكن التغيير بنسب بسيطه فيه حتى مع كبار السن يبقى تغيير من 5 إلى 10 درجات احيانا في بعض المقاييس. فهو يعني هيفيد بهذا الشكل. طبعا من المحاذير اثناء تطبيق الاختبار يعني نسيت اذكرها ان لو مريض سيكاتري في حاله هياج او مدمن في حاله تعاطي او في حاله بيسموها الخرمه يعني هذا من لا ما ينفعش تطبقه عليه خلاص. وهنا الطبيب هنا يعني يكون واعي وما يطلبش يقول له لازم تطبقه عليه، في هذه الحاله لا يصلح التطبيق معه تماما. ولو هو في مرحله يعني مريض عدواني شديد جدا او كون ديليوجن ضد الفاحص هنا يتجنب تماما ويفضل تغيير الفاحص له عشان يستجيب مع اخر. ناخذ اخر سؤال. مرات بتشوف يعني ملف الريه في لا اساس بس نفس الاساس يعني مرات خلال أشهر يعني تكون تغيرت الوحدة تغيرت الأطنبة فيطلب مرة ثانية بس لنفس الأساس. فإذا أضغط نتائج حادثة ونعرف إنها تتغير أو يعني تعرف في تصامح يصير معاه في تصام أو واحد فشنو الحد الأدنى إني أنا أقدر أعمل في نفس الأطنبة وإذا عدت هل راح تغير النتائج ولا راح تعطيني نفس النتائج خاصة إن الأسئلة راح تكون حاضرة في ذهن المعطوس. ماشي سؤال ما شاء الله سؤال فيه وعي وفهم يعني بشكرك عليه. يعني معروف حتى في اختبارات الذكاء لو تطبق لبعد 6 أشهر عشان ينتفي عامل الذاكرة من الأسئلة تسألها لأن أحيانا بيوضح له الفاحص طبيعة الإجابة. في الام ام بي اي بياخد صفه الثبات النسبي والدراسات اللي اتعملت ان هو بالشكل كده انت معاك سنه يعني بالنسبه للاسوياء غير المرضى السيكاتريين معاك سنوات مفتوحه والاختبار بياخد صفه الثبات النسبي. لكن مع السيكاتريين احنا تقدر تتفق مع نفسك كده في خلال سنة ونصف ممكن عدته بعد كده ممكن من خلال خبرتك انت بقى وتشوف الحاله. فانت بتقيمي وتشوف انت لو كانت الصفحه النفسيه فيها 1 2 3 وانت بتعملوا مقابله دايما بنركز على المقابله الكلينيكيه قبل الاختبار وتكوين علاقه بين الفاحص والمفحوص. ده من اهم اسس التعامل مع المفحص عشان انا اشوف خلال هذه المقابله درجه استجابته تغيره هل هو فاكر هل هو هينكر بهذا الشكل. فانت اللي هتحددي مع نفسك الاختبار بياخد صفه الثبات النسبي اللي اذا كان في خطا في التطبيق الاول هنا بقى الكلام بقى لو في خطأ في التطبيق الأول هطبق مرة تانية. لكن الاختبار بعد 6 شهور انتفى تماما عامل الذاكرة في أي مقياس من المقاييس النفسية. يعني أنا بقول يعني مش سؤال موجه للدكتور بقدر ما هو اختصار أو ما فهمته بناء على اللي آتي في مركزنا. واضح هناك خيبة أمل من السايكولوجيست بأن هذا التقرير قاعد يطلب لأوقات غير واضحة وبإنديكيشن غير واضحة. الدكتورة أنا وضحت أنه يعني أنه قاعد يقول هي سؤالها لكن
ما خلف السؤال ان هذا التست ياخذ وقت طويل، فهل بالفعل الدكتور يعني هل الدكتور لما يطلب هذا التست هو واعي ان في شخص راح يبذل يوم كامل في هذا الفحص؟ وفي المقابل طبعا في المقابل احنا كاطباء احنا مو قادرين نفهم احنا شنو راح يفيدنا تقرير السيكولوجيست، فبالتالي في لغه في سمثينج ايجار بالنص في لمدى اهميه هذا الام بي اي انه يفيدنا في المريض نفسه. الان قاعد يحصل انه يطلب الفرنسيك كيسز هو ميديكولي، بس احنا يعني حتى مثلا بالجنرال انا متى اطلبها؟ لما فعلا شاك التشخيص، زين مثلا شاك والله سكيزوتيبال بيرسوناليتي مع والله شويه بارانويا على سكيزوفرينيا، يعني الحين وايد واضحه الصوره عندي الام ام بي اي راح تساعدني. بس فعلا ما اي واحد والله داش هذا سكيزوفرينيا ولا ما ادري ديبرشن، يعني ليش؟ لازم يكون فعلا اللي يكون الجراي اريا اللي مو واضحه عندي اطلب منه. بعدين مو انا اللي اطلب منه، يعني انا اقول حق السايكولوجيست انا ابيكم تساعدوني مثلا بالهذا الشيء هذا شارك ما بين مثلا سكيزوفرينيا ولا بيرسوناليتي سكيزوتيبل ولا سكيزوري، انتم كيفكم حددوا شنو التست اللي تبونه؟ مو انا اقول لهم استخدموا الاختيار بس هذا المفروض، هذا المفروض يصير كذي، بس هذا صعب. شلون انت مريض بس بغيت احافظ على النقطه عشان كذي الكيس هيستوري وايد مهم في الريكوست عشان احنا نفهم شنو تبون من الاختبار عشان نقدر نقرر الاختبار. ساعات يكون مكتوب بيرسوناليتي اسسمنت من غير اي اختصاص، انا الحاله لا الكونفيوسس ما نعرف نحدد باي طريقه. انتم من حقكم ان تتكلمون مع الطبيب اللي ريفرد الكيس شنو تبي بالضبط وشلون نقدر نساعدك، وانتم تحددون التست اللي تبون. دكتور الموضوع هذا شنو المفروض يصير؟ الاول بس بالنسبه للدكتور يعني هنا الاختبار الام ام باي يعني يجب الله يطلب مع هنا بقى، يعني مش هقول يجب بقى، يعني مش هلزم الصدر الاطباء، يعني لو طلبت الام ام باي ما تطلبش جنب مثلا الاي بي كيو، لان ده احد الاختبارات الفرعيه اللي بعد كده عملها ايزنك من الاختبار الاصلي بسموه ابو الاختبارات كلها في تقرير الذات. وفي نفس الوقت انا يعني لا يطبق الاختبار اللي معرفه اي كيو سواء كلينيكيا معروفه الشخص هيتجاوب او لا يتجاوب، فده الام بي هيوفر لي الجهد بتاع الاي كيو انا عرفته، وفي نفس الوقت الاختبارات الاخرى الفرعيه بهذا الشكل، وفي نفس الوقت هيوفر لي حتى اللي بيطلب حتى الكوجنيتيف حتى في لا يعني واحد ما عندوش اي يعني في اي تدهور في البنيه المعرفيه لا يمكن ان يمشي في الام بي اي. فالاختبار نفسه بيدي صوره متكامله، يعني لو طلب بيطلب يعني هو مستقل ان هيتطلب مستوى من اختبار الذكاء او مستوى ذكاء معلوم كلينيكيا او عن طريق مقياس، وفي نفس الوقت النتائج بتاعته هتغنوا عن كثير، لان هو الاختبار بيشمل جميع مجالات الحياه اللي هتغنيك عن كل الاسئله اللي ممكن تعملها، فهيدي لك نوع من الاقتصاد في والتوفير في المقياس الاخرى. بس كلام حضرتك دلوقتي هيخلي بعض الاطباء يقولك طب بدل بقى هو شامل وبيغني عن كل حاجه، لا طب ما انا اطلب لا التوجيه، ما هنا بقى اقتصاد في الطاقه، الاقتصاد في الطاقه بقى النفسيه بقى. انا شخصيا لان عارف انه بياخد وقت بكتبه علشان اتعلم السايكولوجي. والله يعني شوف دكتور طارق، يعني الملاحظه الاخيره يعني هي نصيحه بقى للزمايل السايكولوجيست بقى اللي عايز يعني ينمي الحس الكلينيكي عنده، الكلينيكال سنس بصراحه، يتعامل مع هذا الاختبار بتعليماته وتطبيقه في قراءه الاختبار، ونعيش مع المفحوص طول تطبيقه، لان هو ده هيديله خبره بعد كده هيعرف يتعامل معاه في العلاج النفسي اللي احنا بنقول بعد كام سنه هيبدا يتعامل، مش هيبقى مجرد سايكومتري، هيتعامل مع كده ما انا بقول لحضرتك مهم جدا الاخصائي يتعامل معاه بخبره خاصه بيه. صحيح هو عشان كده في اختبارات تشخيصيه بتشخص الاكتئاب والقلق والفشل، اما الام ام اي بيدي بيتشر شرعيه لا وتشخيص في نفس الوقت، لا لو تشخيص في نفس الوقت هو بيتسم الاثنين، هو سبورت يعني كلينيكال طبعا ما تقدر تستغني عن الكلينيكال اكزامينشن وهذا، اهم حاجه الهيومن سنس بتاع الاخصائي. نعم كلينيكال سنس. نعم تمام مشكور.